وأعلنوا تأجيل اجتماع اللجنة يعني اجتماع التصويت على مشروع القانون إلى يوم الغد على الساعة 4 نزولا عند طلب السيدات والسادة رؤساء الفرق. ما عطيتكش الكلمة السي الرئيس، ما عطيتكش الكلمة. هذا القرار بعد السيدات السيد الرئيس سي في هذه الاجواء شويه مكهربه، تم تاجيل هذا النقاش الى يوم الغد. كيف تفسرون هذا التاجيل مورا تاجيل؟ لا شوف، الامور عاديه جدا. حنا هذا المشروع القانون الاطار يعني اشتغلنا لاسابيع طوال من اجل لان يكون عليه واحد النوع ديال الاجماع، واحد النوع ديال التوافق بحكم الاهميه ديالو والاثر ديالو داخل المجتمع. هذا راه كيهم المنظومه التربيه والتكوين لعقود، وبالتالي الاجماع والتوافق حول المقتضيات ديالو هي اساسيه. كاين بعض الموضوع ديال تعليم المواد العلميه باللغات الاجنبيه، شنو هي الصيغه التوافقيه اللي كانت؟ الصيغه التوافقيه اللي كنا اتفقنا عليها هو الى جانب اللغتين الرسميتين، التناوب اللغوي جانب اللغتين الرسميتين، يتم تدريس بعض المواد لا سيما العلميه والادبيه العلميه والتقنيه باللغات الاجنبيه. هذا تم التوافق عليه تدريجي. قد بعض المصطلحات في التعريف في حد ذاته موضوع نقاش، يتم تقريب وجهه النظر بشانها على اساس يخرج واحد التعريف اللي متوافق عليه، واللي بطبيعه الحال الممارسه على المستوى الواقع والتفعيل ديالو على ارض الواقع هي التي ستبين اذا ما كان هناك خلل ما يقتضي نوعا من التعديل. كمنسق الاغلبيه يلاحظ ان هناك تاجيل، هناك تعثر. ما هو الموقف ديال الاحزاب اللي هي مشاركه مع البي جي دي في الاغلبيه في هذه الوضعيه هذه؟ شكرا. هذا الموضوع اللي هو موضوع مجتمعي مهم فعلا، صار نقاش كبير، نقاش واسع داخل البرلمان وخارج البرلمان، وهذا شيء طبيعي لان هذا مشروع له اهميته اللي غادي يعني اضطر ويربطل الاجيال ديالنا لسنوات. ولكن احنا كرؤساء فرق فينا بعض الفرق ما استطاعتش تقنع الفرق ديالها بهذا الاتفاق والتوافق اللي مشينا فيه جميع. يعني هادو رؤساء فرق حاملين رسائل تيمثلوا الفرق ديالهم، ولكن ملي كنتفقوا على واحد القضيه خاصهم يقنعوا الفرق ديالهم والاحزاب ديالهم. فهنا خصنا شي شويه ديال الوقت باش ندبروها بحال الحكمه، باش يمكن لنا نعطيو الفرصه للجميع يشارك ويبدي الراي ديالو. يمكن نتوافقوا يمكن ما نتوافقوش. ما تشوفوش انه التسريع ديال عقد جلسه استثنائيه من طرف رئيس الحكومه وليس هناك اتفاق، هذا نوعا ما نقص في العمل الحكومي؟ ما كان الحال مبدئيا راه كان اتفاق وكان توافق، ولكن ظهرت مستجدات جديده عند احد الاطراف. لا نسميوهم هاد الاطراف. لا، العداله والتنميه طلبات مهله باش يمكن توسع الاستشاره وتقدم بمضامين جديده. فريقنا كفريق في المعارضة، معارضة مواطنة، انخرطنا مع فرق الأغلبية من أجل إيجاد صيغة توافقية، لأن هذا قانون ماشي بحال أيتها القوانين اللي خصو يكون عليه إجماع، لأن هذا يهم جميع المغاربة. إذا توافقنا وبحضور السيد رئيس المجلس اللي هو ترأس عدة اجتماعات بحضور رؤساء الفرق والمجموعة، وبحضور في الاخير السيد الوزير باش يمكن لنا نحسموا في بعض الخلافات، وبالتالي توافقنا واليوم جينا باش نصوتوا على اساس انه غادي يكون اجماع. نفاجأ الى هذه اللحظه بانه يعني حضرنا في الوقت هذا، ولكن الاغلبيه ما عرفناش شنو واقع، وبالتالي يعني خصهم يتحملوا مسؤوليتهم كاغلبيه. ما تقولش انا ما نمشي انا ما نقولش 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 انا ما ن